السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده من المواقع المتميزة جدا في التعديل على الصور اونلاين من غير ما تستطع بأي برامج خالص. لو جيت هنا هتلاقي فيه تولز كتيرة جدا، زي ان انت مثلا تعمل كروب للايمج او ريسايز للايمج او سيركل كروب، في حاجات كتيرة جدا. وساعات الواحد كان بيستخدمه ممكن يكون انت مش يعني قاعد على جهاز ومعلوش الفوتوشوب، فصعب جدا ان انت تسطبه. فممكن تدخل اونلاين تعدل من التعديل اللي انت عايزه خلاص. جديدا لما دخل الموضوع الذكاء الاصطناعي، عمل جزء كبير للذكاء الاصطناعي اهوت، في ان انت تقول له تكست معين يبدا يعمل لك الصوره، او ان هو يكون لك صوره من خلال الاي اي او مع اي اي فوتو افكت. فبدا ياخد المزايا الموجوده في الذكاء الاصطناعي. في برضه حته حلوه قوي دي اللي هنتكلم عنها النهارده، اللي هو تراي اي اي سكتش ناو، ان انت تديله سكتش بالشكل دوت يعمله لك ريندر بالشكل دوت، سكتش تو ارت، سكتش تو ارت، تمام. تديله اي صوره هو يبدا يعمل لها الريندر بتاعها او الصوره بتاعتها، تمام. وبيقول لك في كذا ميزه، ممكن تخليها كرتون، ممكن فوتو تو ارت، ممكن انمي بي اف بي ميكر وهكذا. طيب خلينا نجرب تراي اي اي سكتش ناو، ونرفع له سكتش وهو يبدا يعمل له الريندر بتاعه. طيب انت هنا ممكن تقول له ايه تكست، يعني هتكتب له انت تكست وهو يبدا يعملها، تمام. فروم تكست يعني تقول له انا عايز صوره قطه معينه، يبدا ان هو يعملها، تمام. دي محاولات ليا في التجربه، اديت الصوره بتاعتي وهو عملها بالشكل ده. طيب ممكن اقول له فروم ايمج، يعني هديله صوره وهو يحول الصوره ديت من سكتش بخط الايد لصوره حقيقيه، تمام. طيب هاجي هنا واقول له انا عندي مكان الصور في البيكتشرز، واخد الصوره ديت، دي معموله بالقلم الرصاص، وتقول له بقى انا عايز على هيك كرتون، انا عايز على ايه مثلا زومبي، تمام، الحاجه اللي انت عايزها. تبدا تختار الستايل اللي انت عايزه وتقول له جنريت. خلي بالك انت ليك كريديت، تمام، لو خلصت هتضطر ان انت تشتري. طبعا انا خلصتهم كلهم. طيب الحل ايه؟ الحل ان انت تدخل تعمل حساب تاني، يبقى انت كده ايه معاك نقط جديدة تقريبا، بيديك هو 18 نقطة، وبعد كده لما بيخلصوا ممكن تاخد تشتري بقى انت نقط جديدة او تعمل اكونت جديد على جوجل. هو عمل لها ريندر بالشكل دوت. ممكن انت بقى تجرب حاجات تانية لحد ما توصل للحاجة اللي انت عايزها، يعني اتعود كده. الصور اللي انت بتشوفها على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا دي مش من اول مره، بنقعد نجرب مئات المحاولات لحد ما توصل للحاجه اللي احنا عايزينها. بس بعد المئات المحاولات دي خلاص واحده واحده بتبقى عارف ايه اللي انا ممكن اديها له بحيث ان هو يلون صح ويعمل صح، تمام. ممكن تكون عاجبك الصوره دي ما عندكش اي اعتراض، ممكن تحتاج تعمل صوره تانية، تمام. هنا مديله انا عايز صورتين، طب ممكن اقول لا انا عايز اربع صور، تمام، او صوره. الفرق ان هو هيخصم كام نقطة منك، ممكن تقول له 8 مثلا، تمام. ممكن قبل ما تقول له جنريت تخش على ادفانس سيتنج وشوف ايه الاعدادات اللي انت محتاج ان انت تعدل فيها، تمام. طيب بيقول لك عايز تلتزم بالصورة ده قد ايه، ممكن تقول له انا عايز التزم بيها 100%، فالرندر مش هيبقى قوي، تمام. ممكن تقول له لا ما تلتزمش بيها قوي، ماشي. خلينا نقول له جنريت ونشوف النتيجة تبقى عاملة ازاي. فهو بيقول لي ان من ضمن المزايا على ما يعمل صور، بيقول لي من ضمن المزايا ان ممكن اي صوره مضايقاك مجرد تعمل عليها سيلكت هو يحذفها لك، وما يبانش اثر ان هي اتحذفت، ان كانت في حاجه موجوده في هنا بالذكاء الصناعي بيغملها. بص لما التزم 100% بدا الصور بالشكل دوت، لو قلت له بقى ما تلتزمش وقلت له اعمل ريندر تاني هتلاقي بقى بدا يعمل حاجات الصور.